السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشان لي ديليس دو سيليا. اليوم وصفه بزاف هايله، بريوش قطني خفيف ايبونج بزاف هايل وبزاف ساهل باش نديروه، بمكونات بسيطه وكاينين في كل دار، ما فيهش العجين بزاف مي بزاف بزاف بنين. بسم الله نبداو لا غوسيت. اول حاجه بروميير ايتاب نسحقو كاس ونص تاع حليب يكون دافي. انا الكاس اللي خدمت به تاع 220 مليلتر، اللي كيلو به الحليب نكملو كيلو به كاع لي زانغريديون اللي عندنا. قلت لكم نديرو مع الاول كاس ونص تاع حليب دافي، نزيدو له كاس موان دو دوا تاع الفارينه، كاس يعني ماشي معمر تاع الفارينه. نروحو نزيدو له مغرفه كبيره تاع خميره الخبز لا ليفور بلونجير. من بعد نزيدو زوج مغارف تاع السكر ونخلطو كامل هاد المكونات مليح. فوالا هنا راح نزيد زوج مغارف، تقدروا تروحوا حتى ثلاث مغارف معليش، هنا المهم باش تدفع لنا هذيك الخميره. نخلطوهم مليح حتى نشوفوا هذيك الفارينه تاعنا دابت في الحليب، ونغطيوها ونخلوها تريح مده 10 حتى 15 دقيقه. دوكا نروحوا لا دوزيام ايتاب تاعنا. في لا دوزيام ايتاب نسحقوا ربع كيسان تاع الفارينه يكونوا مغربلين، المهم لازم تكون الفارينه تاعنا تكون مغربله. نفرغوهم دون ان ريسيبيون يكون كبير باسكو العجينه تخرجنا اون بون كونتيتي. نروحو نزيدو كاس، نحولو شويه برك تاع السكر، تقدروا تكملو ديرو كاس كامل، ديرو مغرفه تاع ديسير فانيليا، مغرفه صغيره تاع الملح، زاست دو سيترون ولا زاست تاع لورانج، حبة بيض تكون بدرجة حرارة الغرفة، ونزيدو من بعد زوج مغارف كبار تاع لا مارغارين يكونوا كيف كيف بأتمبيراتور أمبيونت بدرجة حرارة الغرفة، يكونوا زوج مغارف معمرين. من بعد نروحو نزيدو هذاك الخليط الاولاني اللي وجدناه اللي فيه الحليب لا ليفور الفارينة والسكر. ما كي تشوفوه كيفاش اختمر مليح، هنا بعد ربع ساعه ملي خليته يخمر باسكو مع هاد السخانه ايتو يعني الخميره تجوز تمتم، وكي نخلو هاد المرحله الاولانيه يخمر مليح، من بعد الاختمار الخميره اللي تجي من بعد يعني كي نعجنوه ايتو يجينا ساهل. هنا كيما راكو تشوفو راني نلم في العجينه برك، نلمها برك في بيدي ونسي ندخل هذيك الزبده. من بعد نحطها سوغ بلون دو طرافاي ونبدا نعجن فيها. كي نبدا نعجن فيها هي تبدا تلصق في لو بلون دو طرافاي. انا واش نديرو هنايا، نروحو نزيدو لها شويه تاع لا فارين هكذا غير شويه، واحد زوج مغارف سيتو، زوج مغارف تاع الفارينه، ونبداو نعجنو فيها تري بيان حتى نتحصلو على عجينه سي فغي تلصق في اليدين. سي تري امبورطون، لازم تقعد لنا العجينه تاعنا خفيفه وتلصق في اليدين باش يجينا البريوش تاعنا خفيف. لو كان نديرو عجينه يابسه ما يجيناش البريوش مليح. نقعدو نعجنو فيها تري بيان كيما راكو تشوفو هنا، ماش تلصق لي في لو بلون دو طرافاي، وجات عجينه ما شاء الله خفيفه. نحطوها دون ان ريسيبيون ونغطيو عليها ونخلوها تخمر واحد الساعه مع السخانه هادية، نص ساعه تخمر لكم غابيدمون. بعد ما خمرت لنا مليح نديغازيو لاباط تاعنا ونبداو نديرو دي بتيت بول. نتوما يعني الكبر تاع لي بول اللي حبيتوهم سا ديبون نتوما كيفاش حبوا، انا درتهم هكذا صغيورين وتخرج لي خرجت لي واحد 25 حبه. نقعد ندير فيهم كامل حتى نكمل كامل العجينه ديالي. بعد ما نكملهم كامل نروح نحكم بالوحده ونبدا نخدم فيها سور لو بلون دو طرافاي. مع الاول نجوز لها بيدي ومن بعد نحطها في لو بلون دو طرافاي وندورها بيان. كي نكملو نحطوهم كامل في السنيوات تاعنا، نوجدو كاع السنيوات بابيي كويسون، نغطيوهم كامل بابيي كويسون. وكي نكملو نحطوهم كاع في السنيوة نغطيوهم ونخلوهم تاني تيخمرو واحد نص ساعة ولا 20 دقيقة. من بعد نجيبو حبة بيض، درت لها شوية تاع الحليب وشوية تاع القهوة سريعة الذوبان، ونبداو نباديجوني كامل لي بغيوش ديالي
من فوق تحبوا ديروا الجلجلان ولا ديروا ولا تخلوهم هكذاك كي يطيبوا تزيدوا لهم غير شويه تاع السكر غلاس يجوا تاني تملاح. انا درت لهم شويه جلجلان من الفوق وكنت شعلت الفرن ديالي خليته يسخن مليح، ندخلهم في الفرن يطيبوا من تحت، كي يتحمروا نشعلوا لهم من الفوق ونحمروهم تري بيان حتى ياخذوا لون شباب. فوالا هنايا بعد ما طابوا جاوا ما شاء الله، تعرفوا فريمون والله غير تقول لي بونج راكو شايدينهم في يديكم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، وان شاء الله تسيوها وكي تعودوها بعثوا لي لي روتور تاعكم، التصاور ديالكم بعثوهم لي في انستغرام لي ديليس دو سيليا ولا سور فيسبوك لي ديليس دو سيليا. اذا اول مره تزوروا القناه ما عليكم غير تابونيو وتديروا لي جام في لا فيديو هذه وتخلوا لي ان كومونتير، وما تنساوش من تبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي تعرفوهم مع احبابكم مع عائلتكم باش تكبر العائله ديالنا. انا نخليكم في دون اون اوتر فيديو ان شاء الله. الى اللقاء، مع السلامه.